أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا كيدزانيا في البيت، معكم قاسم في قراءة قصص ما قبل النوم. عنوان قصة اليوم قصة الفأر والأسد. سوف نقص عليكم حكاية جميلة تعلمنا أهمية الوفاء والتعاون، آملين أن تنال إعجابكم. استيقظ أسد من نومه فجأة على إثر سقوط فأر على إحدى قدميه الأماميتين. اضطرب الأسد في عرين، لكنه رأى فأرا فامسك به وبكل سخرية قال له: ألا تعلم أن ملك الحيوانات نائم؟ كيف تجرأ ودخلت عرينا؟ كيف تلعب وتلهو ولا تخف منه؟ أدرك الفأر أن مصيره الموت المحتوم، فتمالك نفسه وقال: سيدي جلالة الملك، إني أعلم قوتك العظيمة وسلطانة، إني فأر صغير للغاية أمام قوة جبروتك. لا يليق بملك عظيم أن يقتل فأرا صغيرا، إني لا أصلح أن أكون وجبة لك. إنما يليق بك أن تأكل إنسانا أو ذئبا سمينا أو ثعلبا إلى آخر. أرجوك من أجل عظمة جلالتك أن تتركني. قال له الأسد في استخفاف شديد: ولماذا أتركك وأنت أيقظتني من نوم؟ فإن الموت هو أقل عقوبة لك، فتكون درسا لإخوتك. بدموع صرخ الفأر: يا سيدي الملك، الكل يعلم عظمتك ويدرك أنه لا وجه للمقارنة بينك وبيني، أنا الضعيف والصغير جدا، ارحمني واتركني هذه المرة، واعلم يا سيدي أنه ربما تحتاج إلي. ضحك الأسد مستهترا وهو يقول: أنا أحتاجك؟ كيف تتجرأ وتقول هذا؟ اضطرب الفأر جدا، لكنه تمالك نفسه وقال: سيدي جلالة الملك، اتركني وسترى بنفسك حاجتك إلى ضعف. ألقاه الأسد وقال: سأرى كيف يحتاج ملك الوحوش إلى من هو مثله. انطلق الفأر جاريا وهو يقول: شكرا يا سيدي الملك، إن احتجت إلي فاسأل فتجدني في خدمتك. بعد أيام قليلة سقط الأسد تحت شباك الصياد الماهر، فزأر الأسد بكل قوة، اضطربت كل الحيوانات البرية فزعا، أما الفأر ما إن سمع زائر الأسد حتى انطلق نحو الصوت بسرعة، فرأته الحيوانات يجل، فسألته عن السبب، فقال له: إني ذاهب إلى جلالة الملك لأفي بوعدي. ذهب الفأر إلى الأسد، فوجده حبيسا في شبكة صياد، فبدأ يقرض الشبكة بكل قوته، وكان العمل شاقا للغاية. وقرض جزءا كبيرا، إلى أن انطلق الأسد من الشبكة وهو يقول: الآن علمت أن الملك مهما بلغت قوته وعظمته لن يتمتع بالحياة والحرية دون معونة الصغار الضعفاء، فكل كائن محتاج إلى غيره. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن التواصل والمتابعة، ونلقاكم بإذن الله تعالى يوم غد في حلقة أخرى من برنامجنا قصص ما قبل النوم.